الحقيقه الاسبوع ده كان اسبوع الاهلي وسبورتنج، يمكن النادي الاهلي لعب سبورتنج في العاب كتير جدا، يمكن الحمد لله كنا يعني الحظ حالفنا في يعني في تقريبا في كل المباريات. وكان نهائي كاس مصر سيدات كره سله كسبنا الحمد لله. النهارده خبرنا مع سيدات اليد ايضا كنا بنلعب سبورتنج ونجحنا ان احنا ننتزع الفوز 24-23، دي في الجوله 27. النادي الاهلي بيتصدر الجدول الترتيب العام بنتيجه ب 77 نقطه، يليه في المركز الثاني سبورتنج بفارق 7 نقاط. اذا كانت المباراه دي مهمه جدا لان انت بتلعب الوصيف، فمباراتك مع الوصيف بتبقى باثنين لان النقط اللي انت بتاخدها لو راحت له بتزقه هو وتقربه منك. فرقتنا طبعا عندها الماتش اللي جاي مباراه متوسطه قدام نادي مدينه نصر يوم الجمعه الجايه على صاله مدينه نصر. كاميرا الابطال كانت هناك في المباراه، صورنا التقرير ده مع ابطالها او بطلاتنا، نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. والله طبعا فريق سبورتنج فرقه محترمه برضو، هي الثاني في الجدول ورانا. طبعا احنا مرسلين الشوط الاولاني وطلعنا الشوط الاولاني فرق 4 اجوان، بس حصل دروب عندنا اللي احنا بصراحه ضيعنا كتير بصراحه، كام كوره كده كان انفراد هم اللي اثروا وقربوا، وكمان هم كان عندهم كمان اصرار ان هم يقربوا النتيجه او يكسبوا زي اي فرقه المفروض ان هي بتلعب على الدوري ويبقى عندها طموح يعني. بس الحمد لله التركيز شويه مننا قل في جزء من الماتش، بس قدرنا الحمد لله ان احنا نكسب والفريق يتسع لـ8 نقط بينه وبين سبورتنج. طبعا احنا عندنا ماتش جاي الجمعه الجايه ان شاء الله مع نادي مدينة نصر، طبعا فرقه محترمه برضو، وانا بحترم كل الفرق مهما كان هي قدراتها ايه، بس كل ماتش بنشتغله على حده، ما بفكرش اصلا انا ما فكرتش في ماتش مثلا مدينة نصر قبل ماتش سبورتنج، لازم كل ماتش بعده على حده، واحنا وانا معود اللاعبات على كده بحيث ان هم يبقى تركيزهم على الماتش ده بس. اما الفرق بيننا وبين سبورتنج الحمد لله اتسع، ومع الضغط كمان بتاع نادي الشمس كمان بطل الموسم اللي فات، احنا كمان بنعمل نقول لهم احنا كمان الاهلي كمان راجع يرجع تاني ياخد بطولاته ان شاء الله، طبعا بتعب اللاعبين ومجهودهم، وبشكر اللاعبين كلهم واحده واحده يعني. الحمد لله المكسب كان من نصيبنا النهارده، صحيح انه في اخر المباراه يعني سكور بقى زي بعض وكده، بس الحمد لله جرينا الماتش مع الكابتن اخذ تايم اوت في الوقت المعين وادلنا نصائح طبقنا وكنا عند نصيحه الكابتن، والحمد لله رجعنا في المباراه ونجحنا بالكسب الحمد لله. المباراه اللي جايه ان شاء الله مباراه المنطقه، المفروض انها اخر مباراه قبل النهائي مع هوليودو، وان شاء الله يعني تكون مباراه من نصيبنا ونترشح لنهائي المنطقه ان شاء الله. طبعا احنا متصدرين علشان احنا هدفنا ان شاء الله السنه دي 3 بطولات، السنه اللي فاتت كنا خسرنا البطولات كلها واحنا ما كناش صعب علينا بالنسبه لنا ان احنا نخسر 3 بطولات، احنا دلوقتي اول، بعد كده هنخلص الدور الثاني ده كله نطلع اول ان شاء الله عشان المرتبط بتاعنا ناخد النقط بتاعته وكده. لسه هنلعب مجمعتين تحدد فيه مين بطل الدوري وكده، فدي بتبقى اصعب طبعا، في فرقه تبقى قويه طبعا زي السبورتنج وهتبقى زي الشمس وهتبقى زمالك وكده، فنقدر ان شاء الله نطلع بالبنطات العاليه بتاعتنا ونقدر نحسم الدوري ان شاء الله. المباراه كانت صعبه جدا، وبالذات احنا في الشوط الثاني، يعني في الشوط الاول كنا متصدرين بالاهداف، بس في الشوط الثاني حصل تراجع مننا في المستوى وما قدرناش نهدف على الجون كتير، بس الحمد لله ابتدينا نرجع في الماتش والحمد لله خلص الماتش لصالحنا. طبعا هو في اصابات كتيره جدا، عندنا 6-7 اصابات طبعا مقصرين، وفي مراكز مهمه يعني، وطبعا نتمنى لهم السلامه يرجعوا باسرع وقت يعني عشان يلحقوا معانا بقيه الدوري ان شاء الله الدورتين المجمعتين. هو طبعا اللي حصل السيزون اللي فات حصل لنا دروب ما خدناش ولا بطوله، دي طبعا كانت كارثه لان عمرها ما حصلت في النادي الاهلي، بس احنا وعدنا الجمهور يعني وعدنا النادي ان احنا ان شاء الله مش هنفرط في اي بطوله السنه دي، حتى ان احنا متفقين من اول الموسم ان احنا اي ماتش هننزل حتى ضعيف قوي ان احنا نحترم الخصم اللي قدامنا ونأدي كويس. خليني اقول لحضراتكم ان التقرير ده يعني انا ما شفتوش قبل ما اتعرض على فكره، بس في يعني تعليق معين عايز اقوله على كابتن يحيى يوسف. كابتن يحيى يوسف قال نفس الكلام اللي احنا قلناه، قال انه مباراه الوصيف بتبقى مهمه جدا لانه الحقيقه بتوسع الفارق فبتخليك تطمن، دي رقم واحد. رقم اتنين لو خدتوا بالكم من يعني بطلاتنا بيقولوا يا جماعه احنا عايزين نرجع البطولات تاني، يمكن النادي الاهلي السنه فاتها كان عنده تغيير جيل بجيل واصابات كتير ما توفقناش ان احنا ناخد بطوله الدوري وكان خدها نادي الشمس. في اصرار زي ما انتم شايفين من اللاعبات ان هم حاسين ان المركز الثاني ده مش بتاعنا،
احنا المركز الاول هو بتاعنا وقعدنا سنين طويله. النادي الاهلي يمكن عمل ريكورد كبير جدا في كره اليد سيدات على يعني على ما اتذكر حاجه و30 سنه بطوله الدوري. فطبعا لما بيحصل دروب بتلاقي حتى اللاعبات مش احنا مش ده مش مكاننا، ففي عزيمه وفي اراده ان البنات ترجع للمركز الاول. طبعا كابتن يحيى يوسف باذل مجهود كبير، اللاعبات قافلين على نفسهم، اتمنى لهم كل التوفيق. وزي ما قلنا ده نادي او اسبوع الاهلي وسبورتنج في مواجهات كتير.